في سابقه فريده من نوعها يصنع المجلس البلدي للكاليتوس بالعاصمه الاستثناء في اليات التواصل مع السكان والاستماع لانشغالاتهم فالبلديه وضعت موقعا وبريدا الكترونيا وجريده تحت تصرف المواطنين احمد قاره والتفاصيل في اطار عصرانه الاداره الجزائريه وشفافيه التعامل مع المواطنين والتواصل معهم، قامت بلديه الكاليتوس في سابقه من نوعها عبر 1541 بلديه باستحداث مكتب الوسيط الاداري للتواصل مع المواطنين وتوقيع طلباتهم لنقل انشغالاتهم الى رئيس البلديه مباشره. قضيه الاعلام والتواصل مع المواطنين هذا امر قانوني ومقنن في قانون البلديه. ضروري رئيس البلديه يتخذ كل الاجراءات التي يراها مناسبه من اجل التواصل مع مواطنه في هذا الاطار كان هذا الموقع الالكتروني وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي والرقم الاخضر وغيرها من الوسائل التي نستخدمها قصد اولا اعلام المواطن ثانيا شفافيه في تسيير البلديه ويكون المواطن على درايه بكل ما تقوم به البلديه ثالثا نتواصل لنأخذ كل المعلومات التي قد لا نصل إليها والمواطن يعرفها الرقم الأخضر مواقع التواصل الاجتماعي على غرار الفيسبوك ناهيك عن الموقع الرسمي والبريد الإلكتروني للبلدية وسائط تستعملها بلدية الكاليتوس لتسهيل عملية التواصل مع المواطنين والأدهى من ذلك فالبلدية تصدر جريدة على شاكلة ما يحدث في ديمقراطيات العالم والجريدة توزع مجانا على سكان البلدية وهي تسلط الضوء على واقع التنمية والمشاريع المبرمجة هي خطة استراتيجية اعتمدتها بلدية الكاليتوس لتواصل أكثر اكثر مع مواطن تطبيقا للماده 11 من قانون البلديات اللي تنص على مبدا ايصال المعلومه للمواطن كانت المبادره الاولى هي 2009 انشاء موقع الكتروني هذا الموقع فيه رسائل بريد يبعثها المواطن انشغالات مباشره تدخل في بارا فتدخل رئيس البلديه اللي يجاوب عليها مباشره في ظرف في ظرف 24 ساعه إيه يستقبلهم نورمال يلحقوا اي حاجه اللي يسحقوها يجوا عند الاداري والوسيط الاداري ديراكت يسحق يخدم مع ديراكت مع رئيس البلديه كما يمكن لكل مواطن قاطن ببلدية الكاليتوس استخراج الوثائق بتحميل وملء استمارة موجودة على موقع البلدية ليتم إعلامه فيما بعد عبر رسالة للتقرب من مصالح البلدية للحصول على الوثائق فماذا لو عممت اليات تسيير البلديات والتواصل مع المواطنين على شكل ما يحدث بالكاليتوس؟